فأنا مثل السجن بتطلع حوالي كله بحر، يعني الواحد وين بده يروح يزيد حاله بالبحر؟ خايف من الوضع انه رجع اذا اخذت رفض ثاني راح ارجع على تركيا، واذا رجعت على تركيا راح يرجعوني على سوريا. انا خايفه اذا رجعونا على تركيا وتركيا رجعتنا على سوريا، انا خايفه على ابني كثير ما يربى يتيم الاب، وخايفاني على جوزي لاني اكيد راح ياخذوه. واذا انا رجعت عند النظام راح اكيد راح يعدموني النظام، لاني انا انشقيت عن الجيش من 5 سنين. وقبل ما يعطيني النظام اي مهمة لأعمل اي شيء غير انساني، قتل مثل ما بيعمل الجيش السوري، هربت على مدينة اللاذقية. تخبيت بمدينة اللاذقية 5 سنين بالرمل الفلسطيني. وبعدين بعد ما شفت القمع وشفت الاعتقالات اضطريت اهرب على تركيا، وهربت على تركيا. خايفانة من هي الفكرة كتير، عم بيسجنوا العالم بالرفض الثاني مشان إذا بده يسافرون. يعني أنا هلأ بتخيل إني يجينا الرفض الثاني وننسجن، يعني أنا أطلع على أبني وبالسجن والله خوف كتير، قلق كتير، ما عم بحسن بنام. زوجي بتقلي شو بك، ما برد عليها، عطول ساكت خايف. بدي ابني يبقى حياة حلوة، يتعلم يدرس.